السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عدة أسئلة يا فضيلة الشيخ. اتفضلي وأوجيزي. دلوقتي أول سؤال، لو أنا دلوقتي عندي حد كبير وبنصحه مثلا اللي هو ما يقولش لفظ معين، وشايف اللفظ دوت إن هو عايز يتربى عليه والكلام ده، وبيقول لي أنت بتوجهيني وهتيجي دلوقتي تعدلي عليا والكلام ده، إيه بقى الحكم في كده؟ إن أنا ما أوجههوش أو ما أقولوش بالحسنى؟ بالحسنى ممكن بقول على طول بالحسنى، بس طب أنا هرشدك لحل آخر، بينفر مني. هنرشدك لحل آخر، ألا وهو بلغي رسالتك لشخص كبير. بلغي رسالتك لشخص كبير يبلغه. ما هو بيبقى صعب، ما فيش حد كبير مثلا، الشخص مثلا لو بيكلمني مثلا في التليفون انا بعدله الحاجة، بس في اوقات ما بعدلش عشان ما ادخلش في النقاش. خلاص، ربنا قال في كتابه الكريم، بس يعني اسمعي الكلام بس يمكن تستفيدي. اسمعي بس، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فذكر إن نفعت الذكرى. من العلماء من يقول في تفسير هذه الآية: فذكر حيث تنفع الذكرى، يعني ذكر إن رأيت أن الذكرى تنفع، لكن هب أنني إذا ذكرت ستزداد المفسدة، حينئذ الله لا يحب الفساد وسأسكت. فهمت الكلام؟ أيوة فهمت. فلك وجه يعني من باخد برضو بالأحوط حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ما عرفناش نغير المنكر بأي شيء نغيره بالدعاء، بدعيله لا غيره باللسان، فإن لم يستطع فبقلبه. أنا بغيره بأضعف الإيمان، بدعيله إن هو ربنا يصلح حاله. طيب المطلوب يعني إيه المشكلة؟ بس فكده يعني صح، خلاص ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أول سؤال.